وايه دلوقتي يا حبيبي؟ انا في بيبي مبسوط نمبر 2 في الفرع التاني في شلبي زي ما انتوا شايفين كده. ده ملابس اطفال كتير، زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي عربية توأم اهي، و زي ما قلت لكم دي كده عربية توأم اهو، ودي بيبي اهو. عنده حاجات جميلة صراحة، واسعاره حلوة جدا جدا جدا. دي كده السلوبيتات والبيجامات، ودي كده البورتات، وده بورت كده من بطن فايبر. الشفاط اللبن او شفاط الحليب اهو، وعنده ترمس، وعنده معايير اللبن اللي بيرضع صناعي، وعنده بقى مستلزمات البيبي اللي هي بتاعت الصيدلية جونسون الحاجات دي. ودي كده ودي كده برضو، دي كركوت اهو، ده كركوت كده. تلاتين اسبوع اهو. كمان عنده الباونسر اهو، حلو جدا. الباونسر ده من زيرو، بيبقى وضع ان هو البيبي يقعد كده، هو كبير وهو صغير، وضع ينام تمام. وكمان عنده الالعاب السرير اهي، وعنده الشنط الباك بتاعت شيكو. بصوا انا مش عارفه اجيبه لكم كله عشان المكان. بصوا ده كده كريكوتو عربيه. الفيديو بتاعه فيديو تاني، فيديو يشرح السولر ده كويس قوي، لان هو حلو جدا، مميزاته جميله جدا 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 تمام. ودي كده باقي العربيات اهو اللي عنده حاجات جميله جدا. ده الفرع الرئيسي، الفرع التاني سوري، في شلبي تمام. كمان عنده السراير، ده مقاس كبير لحد 5 سنين، وعنده بقى بورتات وبطانيات، وعنده حاجات كتير قوي. وهو الباونسر اللي بقولكوا عليه الازرق، عنده اللون الازرق اهو، ده الباونسر تمام اهو. دي بقى باقي اللبس، وعنده الكرسي ده. وكمان هقول لكم، بص هاتي كده، ده الكرسيت اهو، ده نوع من انواع الكرسيت اللي موجود، في كبير وفي صغير، في كبير كطول تمام، وفي كبير كعرض. يعني انا لقيت ان الصغير اعرض من الكبير هو من تمام. كمان عنده عربية بكرسيت، معلش بصي ارفعي لي الكرسيت بتاع العربية. سيبي ده. بصوا الكرسيت ده اهو، ده كده وهي تبقى جوه بتتغطى بيه، ده كده بصوا ده كده زي غطا تمام. الكرسيت ده حلو، انا مكنتش، بس الكرسيت ده بقى معاه شنطة اهي تمام، ومعاه عربية او ستولر اهو. شايفين حتى نفس اللون المنقط ده اهو، هو كمان منقط، واخدين بالكم؟ اللي من المنيا بقى يجي
توأم بس بالعرض، بس طبعا محطوط على كده. ده الفرع اللي في شلبي اللي قلت لكم عليه. بصوا دي البورتس اللي عندهم، بصوا هتلاقوا كل حاجة، وسجادة الألعاب اهي اللي بتبقى فيها ألعاب وكده. بصوا عنده كل حاجة، وعنده الركبة وعنده كل هتلاقوها عنده، سواء بقى تيتانيا، سواء معيار اللبن، اللي عنده بنطلونات برضو اللي هي الفرو من سن 9 شهور، وعنده بيبرونات كل الماركات، عنده شيكو، وعنده فريش فروتي، وعنده فيش، وعنده اطباق، وعنده كل حاجه. تمام، هتلاقوا كل حاجه موجوده من الالف للياء للبيبي. يعني انت لو حامل الالف للياء، انا جيت وانا حامل وجهزت بنتي كل حاجه لبنتي، جبت كل حاجه. والمشط هتلاقوه، وطقم الباديكير هتلاقوه، وحاجات الصيدليه هتلاقوها من الالف للياء برضو، سواء صيفي او شتوي. انا ولدت في الصيف، جيت اخدت لها كل الصيفي من هنا، والشتوي نفس الكلام. تمام، اخضر لونه البطيخي. تمام، يا رب بس الصوت يكون واضح. وده الكيتي برضو واخده منها اللون الروز اللي انتم شايفينه ده، واخده منه البطيخي. ان شاء الله لما اروح هعمل لكم فيديو مشتريات وهوريكم اللي انا اخدته منه. هنزل لكم زي ما قلت لكم الفيديو بتاع العربيه. تمام، الانسر ده ايه الكبير؟ بس ده صغير. لا هو ده كرتونه خالص بتاعه الكرسي، بتاعه الكرسي بتاع المركونه العربيه، كرتونه خالص. انا عجبني اول بانسر، وعجبني العربيه اللي وريتها لكم اللي هي ستولر، وعجبت باباها قوي. دي كريكوت وعربية وفي بعض، يعني عايزة تشيلها تفصلي الكريكوت ده بتفصليه، عربية بتتشد زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تطبقوها وتتنوها خالص، اوكي بتبقى برضو نفس الكلام. والاسعار حلوة جدا زي ما قلت لكم، وفي متناول الجميع. الاسعار مش غالية ومش رخيصة في نفس الوقت، هو الاسعار وسط، كل حاجة بيبقى لها متناول الجميع. في بيبي مبسوط، تكون عجبتكم وتكون تشوفوني في فيديو جديد. ولو رحت الفرع التاني قريب هوريه لكم برده، هوريكم اللي فيه ايه، الحاجات الموجوده. بصوا برده السلوبيت ده لسه نازل، حتى هو لسه معرضوش اهو، ده فرع. عادي ارفعي بايدك بس، لا مش لازم تشيل اوضته. اهو ده فرو بره وجوه. تمام، حلو جدا. فاكر ده يجي مقاس رؤى ده، شايفين ده فرو بره وجوه. تمام، يلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.